بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، أيها الإخوة ننطلق مع شوطنا السادس عشر اللي خصص للجعدان. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين المنطلقين في رياضتنا العربية الأصيلة. الله أهلي، هنا من يقدم لنا أهلاوي، والله نعم نعم النهلاوي سعيد يوسف غانم محمد أهلي من يقدم الشعار الأهلاوي. نقلتنا على المركز الثاني زوبع لعلي بن يمعى بن سبت السويدي، والله مرحبا بالشاعر، مرحبا بالغنامي وشعار الغنامي. ثالث المراكز مبهر مايد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الهلي، يلا يا مايد يلا يا مايد. المركز الرابع وصل في هذه اللحظات، هناك صوغان وسيب الراشد بن عبيد بن ميع السبوسي ما شاء الله. نقلتنا على المركز الخامس، مرحبا بمشغل سالم بن علي بن مطر بن علوان الاجتبي. انتقل وياكم الى سادس المراكز، شاهين وحمد بن العيينة بن محمد بن نشينة العامري، بينما اللي في المركز الثامن هناك شاهين لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا. وفي المركز التاسع، اللي في المركز التاسع هناك اللي هو عداد سيب بن خلفان بن سيف الغويص السويدي. وفي المركز العاشر والوال وعبد الله بن سعيد بن راعي المنصوري. ها هي النتيجة، الرباعي المنصوري عفوا. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة. أهلاوي ما يحب إلا المركز الأول، أهلاوي ما يحب إلا مقدمة الشوط، ولكن المبهر أيها الإخوة اللي أبهر الجميع بهذا الإنجاز الموسمي، بهذا الإنجاز الكبير، بهذا الإنجاز المميز، مايد بن أحمد بن عبد الله بالهلي الهاجري. أشوفك وين، أشوفك وين، أشوفك وين يا الهاجري، ولكن دير بالك بن علوان وصل، بن علوان وصل. سالم بن علي بن مطر بن علوان الشبي رازوب على المركز الرابع، علي بن يمع بن سبت السويدي. ولكن مايد، مايد يقول ما يستوي يسبق محمد ونخلي مايد، ما يستوي يسبق محمد ونخلي مايد. كلهم في نفس المستوى الجميل، كلهم في نفس المستوى الراقي، ولكن الدنة أعجبتني بهذا التضمير، أعجبتني بهذا التألق، أعجبتني بهذا الأداء الجميل. حيدن يقول نجيب الأصل ساسة يسبق عصاته وسط الأبطان، مرفوق والله من بيع البهاسة، مرفوق 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 يا مايد، مرفوق يا مايد يا المتألق. كمبيوتر كمبيوتر الخليج المتألق في هذه الرياضة. المركز الثاني سعود أهلي، المركز الثالث العلي بن معبد سبت سويدي، المركز الرابع هناك لأحمد بن راشد بن سيف الغفلي. هكذا كان مبهر أيها الإخوة على نفس الموعد، ولكن الدنة يتكلم بأرقامه، يتكلم بإنجازاته، لا يتكلم كثيرا إنما يعمل دائما على أرضية هذا الميدان. سلام والتحية لأحمد بن عبد الله الهلي الهاجري على هذا التألق الجميل. دقيقة أو ثلاث ثواني هناك التوقيت، 83 جزء من الثاني. سلام مبهر، سلام وتحية هنا من عربة النقل، دائما تنقل لكم هذه الصورة وهذا التعليق. تهانينا والناموس.